وللحديث عن تطور القطاع الصحي منذ استقلال الأردن وحتى عهدنا هذا، معنا عبر الهاتف من عمان أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد أشبول. صباح الخير لك دكتور، كل عام وأنت بألف خير. كيف تنظر الوزارة اليوم إلى الإنجازات التي تم البناء عليها منذ عقود وصولا إلى ما نحن عليه اليوم؟ صباح الخير أخي الكريم، وصباح الخير للأخوة المشاهدين الكرام والوطن الحبيب وقائد الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشكر حضرتك ولقناة المملكة على هذا الاتصال الكريم. في الواقع في هذه الذكرى الطيبة ينبغي علينا جميعا السعي الحثيث للمحافظة على هذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا، فنصون العيش المشترك بين جميع أبنائه بمختلف طوائفهم، ونغلب الانتماء الوطني لدينا ونجعله فوق كل اعتبار أو انتماء آخر. فليس هناك شيء في الدنيا أغلى من الوطن. كل عام والوطن وقائد جلالة الملك المفدى وشعبنا الأردني العظيم بألف خير. الوطن أخي الكريم هو ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب. وفي يوم استقلالك يا وطني نجدد عهدنا لك بالوفاء والانتماء والولاء، ما حيينا لنقدم لك الغالي والنفيس على طول العمر. وحب الوطن يدفعنا دائما إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على ما تحقق وتم إنجازه على مر العقود، والبناء عليه والاستمرار بمسيرة الإنجازات في مختلف الميادين والتي من أبرزها الشأن الصحي. فلطالما كان الشأن الصحي من أولى أولويات الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة سيدنا طال الله في عمره. أخي الكريم، ما تحقق من إنجازات في وزارة الصحة اسمحوا لي أن أسميه بالنقلة النوعية، والذي طبعا شمل كافة الجوانب على صعيد إعادة تأهيل إما البنى التحتية للمنشآت الصحية أو التوسع في تقديم الخدمات الصحية النوعية، بالإضافة إلى جانب التعليم المستمر وتدريب وتأهيل كوادرنا الصحية. طبعا سبيل الذكر لا للحصر، فقد قامت وزارة الصحة مؤخرا وتوجيهات طبعا من معالي الوزير الأستاذ الدكتور فراس الهواري وبمتابعة حثيثة منه، قامت بالتوسع في تقديم خدمة الجراحات القلب والقسطرة في عدة مستشفيات، حيث تم البدء من مستشفى الجراحات التخصصية كما تعرفونها في مستشفى البشير وفي مستشفى الحسين الصلب الجديد، هذا طبعا حديثا، وتم العمل أو سيتم العمل على توفيرها في مستشفى الزرقاء الحكومي، مستشفى الطفيل، مستشفى الأميرة بسمة إن شاء الله في الوقت القريب. بحب أوضح للأخوة المستمعين الكرام، منذ أن تم افتتاح مستشفى الجراحات التخصصية في تقريبا منتصف شهر 8 اللي هو آب من العام الماضي ولغاية الشهر الحالي اللي نحن فيه اللي هو شهر أيار، تم إجراء عديد من عمليات جراحة الصدر والقلب المفتوح والأوعية الدموية والقسطرة القلبية، حيث لم تكن هذه الجراحات السابقة موجودة في مستشفى البشير. فدعني أخي الكريم أذكر بعض الأرقام. تم إجراء 177 عملية جراحة صدر كبرى و141 عملية قلب مفتوح في إدارة مستشفيات البشير، وأكثر من 610 حالات عمليات طبعا أوعية دموية، وما يقارب 1350 قسطرة قلبية. كمان بدأنا بتشغيل مركز سميح دروز للأورام السرطانية بمستشفى البشير طبعا بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان. نعم. وهذا المركز يحتوي على 28 سرير رجال ونساء، وفي غرفتين عناية متوسطة وأربع غرف عزل. ودعني هنا أشير أنه عدد حالات السرطان براجعة قسم الأشعة العلاجية مستشفى البشير منذ تشغيله في أول السنة الحالية لغاية هذا الشهر بلغت حوالي 410 حالات، تم تحويل منها 240 لمركز دروز، يعني نسبة 60% تقريبا من مرضى السرطان لمستشفى البشير خلال الخمس شهور الماضية. طبعا هناك خطط لتوسيع المركز ليقوم باستقبال عدد أكبر من المرضى، بحيث يعني قد يصل إلى 58 سرير. طورنا خدمة الأشعة العلاجية في مستشفى البشير، حيث تم إدخال أجهزة جديدة تتوافق مع المعايير العالمية لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم. كمان قامت الوزارة بافتتاح القسم القضائي بالمركز الوطني للصحة النفسية بعد ما كان مهجور سنوات عديدة، وتم أيضا توسعة أقسام إسعاف وطوارئ في عدة مستشفيات منها البشير. طيب. والأمير حمزي في إربد وفي الكرك وفي الأمير حسين، وكذلك توسعة أقسام العناية الحثيثة مستشفيات النديم. لا شك دكتور بأن هناك يعني إنجازات كبيرة لوزارة الصحة، يعني على الصعيد الطبي على وجه
الخصوص، لكن التحدي الأبرز الذي كان للعالم ككل وليس للأردن على وجه التحديد هي جائحة كورونا، أو هو جائحة أكيد. كورونا أكيد. استطاع أو استطاعت المملكة يعني أن تعبر هذه المرحلة بأقل الخسائر بفضل الكوادر الصحية وبفضل أيضا البناء التحتية الموجودة في وزارة الصحة، كيف تعلق على هذا الأمر؟ أخي الكريم، طبعا لا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال إدارة وزارة الصحة مع شركائنا الاستراتيجيين في مجال ملف جائحة كورونا، حيث تم العمل وبشكل مباشر على بناء وحوسبة أنظمة إلكترونية للتعامل طبعا مع معطيات وظروف الجائحة، واشتمل ذلك على عملنا مركز اتصال متخصص ورفتناه بأجهزة وبرمجيات لازمة، بالإضافة للعديد من التدخلات وعلى جميع المستويات، حيث تم بناء مركز اتصال اللي هو اسمه كول سنتر خاص بالكورونا، وبنينا نظام متكامل للاستقصاء، وأيضا بنينا نظام إلكتروني وطني متكامل بشمل جميع مراحل التطعيم من التسجيل والمراسلات والتنبيهات وصولا لاستصدار طبعا الشهادة الإلكترونية. كما تم بناء 4 مستشفيات ميدانية، وهي الأولى في الأردن، تم تشييدها لاستيعاب طبعا المصابين بالأنظمة والأجهزة والمعدات اللازمة، بإضافة لشبكات الاتصال، وعملنا لها منصة متكاملة لمعلومات كورونا، وعملنا طبعا بنينا على تطبيقات متنوعة للهواتف المتنقلة، بالإضافة إلى التدريب المستمر لمختلف الكوادر وعلى جميع المستويات على استخدام الأنظمة المختلفة. طبعا هي بالنسبة لملف جائحة كورونا تعتبر قصة نجاح، وتم اعتمادها في مجلس وزراء الصحة العرب الذي انعقد في شهر آذار من هذا العام في القاهرة. تم اعتماد الورقة الوحيدة اللي هي ورقة الأردن لأي جائحة مستقبلية لا سمح الله. طيب دكتور، يعني قد يتساءل سائل ويقول هناك دول تخصص ميزانيات ضخمة لقطاعها الصحي، لوزارة الصحة، للنهوض بالواقع الصحي في بلدها، لكن يعني رعايا هذه الدول أو المواطنين في تلك الدول يلجؤون للأردن لطلب العلاج وأخذ الرعاية الصحية اللازمة، في ظل أن الأردن يعني صاحب إمكانيات محدودة، تخصص ميزانيات لربما هي قليلة مقارنة بنظيرتها من الدول المحيطة والدول صاحبة الميزانيات الضخمة، كيف تعلق على هذا الأمر؟ سيدي الكريم، في هذا العام تم تخصيص ميزانية 644 مليون وهي الأعلى في تاريخ موازنة وزارة الصحة لرفض الكوادر الطبية ولإعادة البنى التحتية وإنشاء مراكز جديدة ولافتتاح مستشفيات 3 جديدة، فلدينا مستشفى الطفيلة، مستشفى أرويشد أيضا، ومستشفى الإيمان بعجلون. طبعا كل هذه مكارم الأردن معروفة، مكارم هاشمية ومكارم الشعب الأردني، لأنها كل من يلجأ على أرض الوطن كان يطعم بالمجان ويبحث بفحص الكورونا بالمجان، بينما رأينا في دول عديدة الرعاية الأجانب يدفعون مبالغ مقابل هذه الخدمة، فالأردن دائما سباق في العطاء والخير. نعم، نود أن أشكرك جزيل الشكر من عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية دكتور رائد أشبول، كل عام وأنت بخير وشكرا جزيلا لك.